الخرطوم رؤية وطن. عشقتك ليه جمالك انت آية من الجمال، او هويتك ليه خصالك انت اسمى الناس خصال، او لروحك ليه جلالك انت هالة من الجلال. الفؤاد دايما بنادي في اغترابي وفي ابتعادي، عشان وطنك عشان وطني، عشان دمك عشان دمي، عشان روح الشهيد الفات وشال همك وشال همي. عشان وطنك عشان وطني، عشان دمك عشان دمي، عشان روح الشهيد الفات وشال همك وشال همي. عشان الخبز أصبح حلو، عشان بلدي اللي بينزف دم، عشان شال التقل والهم، أجيب من وين أجيب كم؟ هجيب من وين أجيب كم؟ صوتك يا للشعب حرية. إحنا فرقنا أي زول وقف فينا عمل العلو، يا بنعيش أحضر يا بنموت قدام. يا شعب اللهبت دوريتك، يا شعب اللهبت دوريتك، انت تلقى مرادك والفينيتك. عديدا يكبل خطوه ثقل الحديد. لا 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 لا. كل قطرة دمع ستكون هدية لكل شهيد ولكل أم شهيد تقطع حشاها حزنا على فقيدها، ولكل والد بلغه النعي فقال لقد قدمته فداء للوطن والحرية. جات طلقة في نص كبدتي ورمتني لا أحس لا كلام، لا تبكي لا تحسيني يوم وغريبي لا ترسى السلام، وتكتب فوق ليت ربتي بدني يا حر حرية سلام وعدالة. هتفضل ثورة سلمية.
أقول بهواكي كم بحلم بريدك يا بلادي وكم أقول بهواكي كم بحلم سلام حرية عدلي عم بلادي التاج بأعلى قمم سلام حرية عدلي عم بلادي التاج بأعلى قمم السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام نحييكم من فضائية الخرطوم إلى الأخبار في مستهل العناوين. تاور يلتقي المكونات الاجتماعية ويؤكد حرص الدولة على معالجة كافة المشكلات وتقديم الخدمات بشكل متكافئ لجميع المواطنين. رئيس مجلس الوزراء يطلع على خطة حملة نظافة الخرطوم التي تمتد لخمسة عشر يوما وتستهدف كافة محليات الولاية. ولاية الخرطوم تكمل ترتيباتها لإطلاق حملة إصحاح البيئة صباح اليوم الأربعاء. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور صديق تاور حرص الدولة على معالجة كافة المشكلات وتقديم الخدمات بشكل متكافئ لجميع المواطنين وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في بسط الأمن وهيبة الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي التأم بالقصر الجمهوري أمس برئاسته الذي ضم المكونات الاجتماعية بمحلية حلف الجديدة بولاية كسلة، ذلك بحضور الأستاذ صالح محمد صالح عمار والي كسلة والأستاذ نصر الدين مفرح ممثل مجلس الوزراء ووزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى جانب ممثل وزارة الداخلية الذي تم بشأن متابعة نتائج زيارة الوفد الاتحادي لمدينة حلف مؤخرا. وأطمأن الاجتماع على استقرار الوضع الأمني بالمنطقة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها على خلفية الأحداث التي كانت قد وقعت مؤخرا بين أبناء الزغاوة والحلفاويين بالقرية عشرة. النقاش المطول دار حول أداء أجهزة تنفيذ القانون وحول أداء الإعلام وحول موضوع التنمية والخدمات ومشكلة الأراضي كذلك في الولاية، ودار فيها نقاش يعني نقاش إيجابي ومثمر، ونحن من جانبنا يعني متفهمين للمشاكل العميقة الحاصلة دي، واتعهدنا لهم إنه يعني حنبدأ بداية يعني إيجابية ومثمرة وحنستمع لكل الآراء والأفكار دي بعقل وذهني مفتوح، ويعني أنا من المنبر ده أدعو أهلي في كسلة وفي حلفة للحفاظ على السلام والاستقرار، وأتعهد يعني بالعمل معهم المشترك لما فيه خيرنا جميعا إن شاء الله. وأشار ممثل مجلس الوزراء وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح إلى أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تلخصت في بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن المجتمعي وتفعيل الجانب العدلي بالقبض على الذين شاركوا في النزاع
ليتم تقديمهم لمحاكمات عادلة. شخصيات متعددة وهي تتلخص في محاور منها المحور الأمني فيما يتعلق ببسط هيبة الدولة وبسط الأمن للمجتمع، والحمد لله دي الآن موجودة في أرض الواقع، وأن الأحوال قد هدأت ببسط هيبة الدولة عبر مكونات الدعم السريع والجيش وكذلك الشرطة. هنالك توصية كذلك بتفعيل الجانب العدلي، وده الآن هنالك مجموعة كبيرة تم القبض عليها من المتفلتين والذين قدمت تجاههم اتهامات، وكذلك هنالك بحث مضني الآن عن بقية الذين شاركوا في الصراع اللي حصل في الأيام الماضية، وإن شاء الله سيقدموا لمحاكمة عادلة. كذلك هنالك قد تقدم جميع الإخوة بتوصيات في الجانب الخدمي، وده يتعلق بالأراضي والمراكز الصحية وكذلك الطرق وكذلك المدارس والمستشفيات وما إلى ذلك. من جانبه أكد ممثل وزارة الداخلية الفريق شرطة الصادق علي إبراهيم أن الاجتماع اطلع على نتائج الاجتماعات التي تمت خلال زيارة الوفد الاتحادي، وأمن على أهمية سيادة حكم القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث عبر متابعة سير التحريات في البلاغات المفتوحة. خلصت كل هذه الاجتماعات إلى سيادة حكم القانون، وتم تشكيل لجان للتحقيق للوقوف على البلاغات الجنائية وضبط المتهمين، وأيضا لجان إدارية لمراجعة الموقف الإداري للقوات النظامية. أيضا تم التأمين على وجود القوات المشتركة اللي هي قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة وقوات المخابرات، والآن هي موجودة في المنطقة، وتم تعزيزها للفصل بين الطرفين حتى لا تتجدد الأحداث. الآن تم عقد الاجتماع اليوم لدراسة مخرجات هذه الزيارة بحضور عدد كبير جدا من المختصين وأصحاب المصلحة، وتم الاتفاق على متابعة سير التحريات في هذه البلاغات، وأيضا تحريك الجهد الأهلي وجهد المنظمات لمعالجة كل الإفرازات حتى لا تتكرر هذه الأحداث مستقبلا. والآن الأوضاع نحن حسب متابعتنا الأوضاع مستقرة، ولكن نحتاج لمتابعة في الأيام القادمة حتى نكمل كل أو ننفذ كل القرارات والمخرجات التي طلعت بها الزيارة، وكل ما أضيف من متابعة للجهود من كل الجهات حتى تقوم بدورها في الفترة القادمة. التقت عضو مجلس السيادة الانتقالية الأستاذة رجاء نيكولا بمكتبها بالقصر الجمهوري وفد نادي أعضاء النيابة العامة برئاسة مولانا الأمثل عبد الفتاح خضر وكيل أعلى النيابة مقرر لجنة الانتهاكات والقتل خارج القانون. وقال مولانا الأمثل في تصريحات صحفية توصلنا خلال اللقاء إلى تفاهمات كثيرة حول موضوع مراجعة القوانين والتعديلات الأخيرة لقانون النيابة العامة. وأوضح ممثل الوفد أن اللقاء جاء في إطار استقلالية النيابة وأعضائها ومدى ما يمكن أن يقدمه نادي النيابة العامة من عون قانوني واستشارات قانونية للنيابة العامة، مشيرا إلى أن نادي النيابة جسم ثوري نشأ في خضم ثورة ديسمبر المجيدة. وأضاف مولانا الأمثل أن اللقاء تطرق إلى الأحداث الجارية حاليا وما يتبعها من إجازة القوانين وتعديلها من قبل النيابة العامة. قال إن اللقاء تناول أيضا هموم أعضاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن نادي النيابة العامة يتوافق مع كل القوانين الدولية وفقا لقانون مؤتمر هافانا للعام 1999 الذي أرسى هذه الكيانات ومشروعيتها. كان اللقاء يعني جاء في إطار استقلالية النيابة وأعضاء النيابة ومدى تقديمهم لكل العون القانوني والاستشارات القانونية للنيابة العامة وأعضائها، واستغلالية ذلك الجسم الثوري
الذي نشأ في خضم الثورة السودانية المجيدة. ووضحنا للسيدة نيكول، رجاء نيكول، كل الأشياء الدائرة في الأحداث الجارية في هذه الأيام وما يتبعها من القوانين وتعديل القوانين، تعديلات القوانين للنيابة العامة 2017. كما كان هذا اللقاء يعني ترحابيا من جانبها، والتي يعني توصلنا فيها معها لأن هموم أعضاء النيابة العامة ووجود هذا الجسم الذي يتوافق مع كل القوانين الدولية وفقا لقانون مؤتمر هافانا 1999 الذي أرسى هذا الكيان ومشروعيته، والذي ظهر في قانون النيابة 2020، قانون تعديل قانون 2020، قانون النيابة العامة الذي كان 2017. أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى السعيد خلال لقائها مديرة مركز يونس للأطفال والأسرة الأستاذة هاجر إسماعيل عبد الرحمن، أكدت دعمها ورعايتها للمركز حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وغاياته في مجال رعاية الأسرة والطفلة. وأوضحت الأستاذة هاجر في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى تذليل المعوقات التي تواجه المركز وخططه خلال الفترة المقبلة، خاصة تبعير الاتفاقيات بين المركز ووزارة الرعاية الاجتماعية. إحنا جينا قابلنا أستاذة عائشة موسى بخصوص المركز والصعوبات اللي بتواجه المركز. فمن ضمن الحاجات اللي إحنا طرحناها اللي هي موضوع الاتفاقية بين المركز وبين الوزارة على أساس هي غير مفعلة يعني، فهي وجهتنا جزاها الله خير إنه نعمل خطاب أو نخاطب الجهات المختصة اللي هي وزارة الرعاية الاجتماعية. هي وعدتنا إنها تتابع الموضوع شخصيا وتفتح لي فاتح لنا مكتبة في أي وقت احتجنا لها فيه. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نواصل الأخبار من فضائية الخرطوم. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على الخطة النهائية، اطلع على الخطة النهائية لانطلاقة حملة نظافة ولاية الخرطوم التي ستبدأ اليوم الأربعاء وتمتد ل15 يوما تستهدف كافة محليات الولاية. جاء ذلك لدى لقائه والي الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس. أوضح والي الخرطوم أنه أطلع رئيس الوزراء على رؤية واستراتيجية حكومة ولاية الخرطوم لاستدامة واستمرار النظافة بعد نهاية الحملة، مبينا أن استراتيجية الولاية تهدف إلى مواصلة النظافة وتجميل العاصمة وإيجاد بيئة صحية، ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الوزراء أكد استعداد الحكومة الاتحادية لدعم حكومة الولاية ومدها بكل ما تحتاجه، مضيفا أن رئيس الوزراء أكد أيضا أهمية الحملة التي تهدف إلى تضافر وتكامل الجهود ما بين السلطة الانتقالية وحكومة الولاية والقوات النظامية ولجان التغيير والخدمات ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة العمل الجماعي. قررت اللجنة العليا للإعداد لحملة إزالة التراكمات واستدامة النظافة بولاية الخرطوم التي تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر لعدة أيام، قررت في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم أمس الأستاذ أيمن خالد نمر أن تتزامن مع الحملة عمليات رش رزازي وضبابي لمكافحة الذباب والبعوض، فيما تسلمت الولاية دعما إضافيا من الآليات وماكينات وعربات الرش. وشارك في الاجتماع ممثلو الدعم السريع ونداء الخرطوم بالإضافة للمديرين التنفيذيين للمحليات ومديري النظافة بالمحليات. أمن الاجتماع على جدول برنامج نقل النفايات من كل قطاعات المحليات وتوزيعها حسب الأيام المتفق عليها. وناشدت اللجنة كافة الجهات المشاركة في الحملة تنفيذ المهام المحددة لها لضمان نجاح الحملة.
فيما ستقوم لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة ومبادرة ومنظمات المجتمع المدني بمساعدة المواطنين في وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها. وفي ذات السياق، تسلمت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم عبر اللجنة التي شكلها عبد العزيز عمر إبراهيم المدير العام للوزارة، تسلمت عددا من الآليات الثقيلة ذات الحمولات والساعات الكبيرة من مجموعة شركة جاد للصناعات، ذلك في إطار سعي الوزارة الجاد لإصحاح البيئة واستدامة النظافة عبر الحملة التي يقودها والي الخرطوم أيمن خالد نمر، التي ستبدأ صباح اليوم الأربعاء بمشاركة كافة المحليات والفعاليات المجتمعية والقوات النظامية ونداء الخرطوم ولجان الخدمات ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني. وسلمت وزارة المالية هذه الآليات فورا بعد الفحص والإشراف الهندسي من الجانبين إلى هيئة نظافة الخرطوم للعمل بها أثناء الحملة في نقل النفايات إلى محطات المرادم الأخيرة. يأتي هذا العمل بتوفير هذه الآليات الثقيلة لضمان استدامة حملات النظافة وإصحاح البيئة وضمان سلامة المواطنين من المخاطر الصحية والبيئية بالولاية. فالتعاون هو سمة والصفة مهمة جدا في إزالة النفايات عن الأزقة والشوارع، وهي في الحقيقة النفايات الموجودة أن عملية مزعجة جدا للمواطن. فنتمنى إنه الناس يتعاونوا يعني بقدر الإمكان على مساعدة الناس اللي يشتغلوا في الحملة. يعني لو كل زول أصلا في بيته ما جدع الوسخ، حافظ عليه وانتظر عربية الوسخ لحد ما تصفر يطلع الوسخ، ده أفضل حاجة. يعني شارع ما حتكون وسخانة، ما كل زول حيردم الوسخ. يعني كل ما يلقى إنه عربية الوسخ جات يطلع الوسخ، بس دي الحاجة اللي ممكن الزول يعني يحافظ على مستوى الشارع، مستوى النظافة العامة، مستوى البيئة، لأنه هسه جايين خريف وجاي أمطار وحيكون في ذباب كتير وتلوث والأطفال حيدعبوا يعني من الحاجة دي. حق يبقى السلوك، المشكلة ما في النظافة، والسلوك هو المشكلة الحقيقية. يمكن بكرة ننظف الحتة دي، لكن بكرة الناس بيشيلوا الوساخة بخبوها في سور الجامع. تبقى ده مسألة السلوك قبل ما أن تبقى النظافة. يمكن تنظف، لكن كيف تحافظ على النظافة؟ هو السلوك اللي بيحافظ على النظافة بتاعها. الولاية المفروض تعمل آلية للنظافة، وكل الآليات اللي عملتها سابقا دي فشلت. تفكر في آلية إنها تعالج المشكلة، توفر الآليات اللي هو تكون في آليات هي النظافة مسؤولية الجميع، لكن لازم يكون في السوق ده لازم يكون في ضابط صحة موجود في 24 ساعة في الشارع عشان يشوف المخالفات اللي بتحصل دي عالجة أول بأول. دي لأنها مشكلة مواطن ومشكلة الشعب كله عموما، تصرفاتنا وسلوكياتنا دي ذاتها محتاجة تغيير. النظافة أول حاجة، النظافة من الإيمان، فيفترض أن الناس كلها تتضافر مع بعض عشان تقدر تنظف الحي والمنطقة والمدينة والولاية. هدف تتعاون وتطلع كل الأحياء بمنظماتها من أجل النظافة. يعني النظافة شيء مهم، يعني النظافة من الإيمان. أكد وكيل وزارة الحكم الاتحادي الدكتور حسان نصر الدين لدى مخاطبته أمس منتدى حول قانون الحكم اللامركزي 2020 تحت شعار حوار نحو تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة السياسية للمواطنين الذي ينظمه المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني. أكد أن قانون الحكم اللامركزي هو المنظم للعلاقة بين الولاية والمركز، وهو المحدد لاختصاصات الولاية وتكوينها، مبينا أن هذا القانون يعتبر المكمل للوثيقة الدستورية وسد الفجوة المتعلقة بالولاية. وأشار إلى قانون تنظيم الحكم اللامركزي الذي تمت مناقشته على مستوى واسع شاركت فيها كل الفعاليات المجتمعية وستتم إجازته خلال الأيام المقبلة، مبينا أهمية القانون في مساعدة الولاة لأداء مهامهم على الوجه الأكمل وخدمة قضايا المجتمع الملحة، ودعا إلى وضع قوانين تنفيذية تساعد الولاة على أداء مهامهم لسد الفراغ إلى حين تكوين المجلس التشريعي. كما أشار إلى قوانين الحكم المحلي لإشراك مكونات المجتمع في إرساء القوانين على مستوى المحليات. نحن القانون يعني عملناه بمشاركة واسعة
عملنا لجنة من الخبراء، وأساسا القانون ده كون بمدار من الحكم الاتحادي وتم توطيره بوزارة العدل، ووزارة العدل مع الحكم الاتحادي عملت لجنة مشتركة من الخبراء والقانونيين، حتى نحن يعني عملنا ورشة كبيرة جدا ضمت كل المكونات، منظمات المجتمع المدني واللجنة القانونية، بنقول الكلام ده بالصوت العالي، للحرية والتغيير كان الشريكة. وبل القانون ده بعد ما طلع انتهينا من الورشة عرض للجنة القانونية وأجرت فيه بعض التعديلات. الحمد لله ساعة اليومين ده أنا افتكرت التدافع الحاصل في الوسائط حول القانون ده، ده برضو بيؤكد أنه نحن أصبحنا يعني أحرار نبدي يعني وجهات نظرنا في كل التشريعات المتعلقة بحكم الناس، ولأنه القانون ده مرتبط بنظام الحكم عشان كده لازم نشرك فيه الناس، لأنه الوثيقة في مادة من المواد بتاعتها قالت السيادة للشعب، فانت اذا ما عرضت قانون بنظم الشؤون حق السياسيه حق الدوله اللي هي متصله بمصالح الناس لا تستطيع مطلقا اصدار القانون الموجود بتاعنا. ونحن المشوره اللي عملناها في القانون ده بقصد قياب، لانه ما في هيئه تشريعيه عشان كده لازم نطرح له القواعد المختلفه من الشباب والنساء والخبراء. من جانبه قال المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني مولانا إسماعيل التاج إن الغرض من الورشة توصيل صوت الكثيرين حول بواعث القلق حول قانون الحكم اللامركزي والملابسات التي صاحبته، موضحا أن القانون يستهدف الولاة المدنيين وتنظيم أعمالهم وتحديد صلاحياتهم في الحكم. هذا القانون طبعا لأنه الآن إحنا عندنا ولاة مدنيين، فما الذي ينظم العمل بتاعهم؟ ما الذي يحدد صلاحيات الحكم وبين هياكل السلطة كلها سواء كان على المستوى الاتحادي أو الولائي أو المحلي؟ لذلك هذه الفعالية مهمة جدا جدا، ونأمل أن تأتي بأكلة وبثمارة وأن تكون هنالك توصيات عملية ومعقولة تستطيع معالجة بعض الأوجه الغصور التي صاحبت هذا القانون، ونستطيع بعد ذلك التوافق على قانون يساعد الولاة يساعد الحكم المحلي في ترتيب الأوضاع من خلال هذه الفترة الانتقالية. ونحن في المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني نعمل على المشاركة الشعبية، وأن الجميع يكون مشترك توصيل صوت المواطنين. وحنعمل أيضا ورشات مستقبلية خلال الأسابيع القادمة حول العدالة الانتقالية، قانون العدالة الانتقالية، وأيضا ما يتعلق بقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات. فنحن الأبواب دائما مفتوحة، ونسعى لإيصال صوت الشارع صوت المواطن ما يتعلق بالقوانين التي تمس هذه الفترة الانتقالية والتحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة الانتقالية. في ختام الأخبار مشاهدينا الكرام نذكر بالعناوين. تاور يلتقي المكونات الاجتماعية ويؤكد حرص الدولة على معالجة كافة المشكلات وتقديم الخدمات بشكل متكافئ. رئيس مجلس الوزراء يطلع على خطة حملة نظافة الخرطوم التي تمتد ل15 يوما وتستهدف كافة المحليات. ولاية الخرطوم تكمل ترتيباتها لإطلاق حملة إصحاح البيئة صباح اليوم الأربعاء. نأتي بهذا مشاهدينا الكرام إلى نهاية الأخبار، قدمناها من فضائية الخرطوم، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله.